أشكر الرب على شريك الحياة لأنه أغلى عطية من الله. فعندما يتقدم أحد إلى الزواج يظن أن شريك الحياة سوف يحقق كل أمانيه ويعيش أحلام وردية، لكن هذا مفهوم خاطئ عن الزواج، لأن الجوهر الحقيقي للزواج هو اتحاد رجل وامرأة لتكوين أسرة يعمل من أجلها، يضحي واحد من أجل الآخر، وأن يحبوا بعضهم البعض كما أحب الرب يسوع الكنيسة، أي مات من أجلنا من شدة حبه لنا. انتقدوا بعضكم البعض نقد بناء بمحبة وأسلوب هادئ وجميل تتقبله كل الأذان الصاغية، ولتنظروا الصفات الجميلة في شريك الحياة وليس سلبياته، وصلوا لكي يتخلص من هذه السلبيات. فكثير من الأحيان الإبليس يجربكم عن طريق شريك الحياة، فلا تعطوه الفرصة، بل قاوموه بكلمة الرب وتحملوا وعاملوا شريك الحياة بالمحبة، وقدروا بعضكم البعض لكي تكونوا أسرة متماسكة مهما اشتدت العواصف، فإن أساسها مبني على قوة كلمة الرب لا يتزعزع، وكل هذا سوف ينعكس إيجابيا على أطفالكم ليكونوا أطفال أصحاء نفسيا وجسديا تحت حماية الرب. آمين.